اليوم واخيرا خدينا الكلمه حنا كمطالبين بالحق المدني للتعقيب على دفعة التشكيليه ديال الدفاع المتهمين. ممكن نقول الراي العام عبركم اننا قررنا بان ما نعقبوش على كل ما غادي يجي على لسان الدفاع ديال المتهمين. لسبب بسيط هو انهم هنا جالسين كيناقشوا معنا القرار ديال احاله ديال سيد قضيه التحقيق، وقرار ديال سيد قضيه التحقيق لا يطعن فيه الا امام محكمه النقد. فبالتالي هذه المحكمه الجنايات الغرفه الجنائيه غير مختصه باش تلغي او تغير القرار ديال السيد قاضي التحقيق. هادو مقتضيات ديال القانون المسطره الجنائيه، الفصل الماده 218 ديال القانون المسطره الجنائيه كيقول لك بان لا يطعن في قرارات الاحاله الا بالنقد. فبالتالي هذا ضياع ديال الوقت، ما كيقولوا حنا كنضيعوا الوقت، هما كيجيو كيثيروا مسائل اللي باينه ان المحكمه ما عندها ما دير بها، ومن بعد يقول لك حنا كنضيعوا الوقت. وسندت انا النظر للمحكمه الموقره، قلت لها ما غاديش نعقب، وهما بغاو يعقبوا عاوتاني باش عاوتاني يزيدوا في جلسه اخرى. فبالتالي ما يقولناش شي واحد ان حنا كناخروا، حنا ماشي سبب في التاخير، حنا سالينا طوينا بغينا ندخلوا للموضوع، هذا كله ما في الامر. شناء ديالها، وانا الماده 218 ديك النهار جاو كي خص تعاود تقرا، ويمشي يقرا غير الماده 218 اجي يقول لي انا عاود نقرا، صافي هادشي اللي واقع. ما وقع حتى شي شناءان، هذوك امور عاديه ما بين المحامون. هذا هو الشارم ديال المحاكمه بحد ذاتها. ضروري راه مناقشه كيكون اخذ ورد شيء طبيعي، ولكن ماشي في شي حلبه الملاكمه، رجع انا امام محكمه اللي غادي تحكم بالقانون وغادي تبين الحقيقه. حنا عندنا الاطروحه ديالنا، هما عندهم ديالهم، ما كايناش جوج حتى ما كاينش جوج حتى. المهم انا عندي جوج او ثلاثه ديال الناس كيقول لك واحد الولد رماوه في الخلا، ومن فديك الخلا لقينا من بعد واحد الجوج حتى. ايوا تقول لي ما كاينش جوج حتى، صعيب شويه، صعيبه الفكره شويه. لا واحد السيد رميته في الخلا وكتعترف بها رميته في الخلا وهو في حاله مريض، 19 يوم من بعد لقينا جوج حتى تما. ايوا فاهم. نعم جلسه المقبله السيد الوكيل العام غادي يعقب على الدفعات الشكليه، وهما باغيين يعقبوا على التعقيب ديالنا، تعقيب على تعقيب. حقهم. انا شخصيا ساليت، انا مطالب بالحق المدني، سالينا الدفعات الشكليه، ما عندناش نزيدوا فيه. قرار ديال السيد قاضي التحقيق ديال الاحاله يطعن فيه امام محكمه النقد، سالت الفهمه ندخلوا للموضوع نعرفوا شكون اللي قتل هذا الولد.